تنطلق اليوم الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجانبين. تتصدر المحادثات قضية وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية في العراق. كيف ستكون نتائج هذه المحادثات؟ وهل يتم التوصل إلى توافق وتجاوز للنقاط الشائكة والخلافية بين البلدين؟ ينضم إلينا إذن من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون دكتور إدموند غريب. دكتور إدموند أرحب بك معنا. إذن يعني جولة مباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تضمن شق أمني وسياسي واقتصادي، ولكن ما جوهر هذه المباحثات برأيك؟ أعتقد أن هناك عدة أمور، بعضها ما تفضلت وأشرت إليه. لا شك أن القضية الأولى بالنسبة للولايات المتحدة وإلى حد ما أيضا بالنسبة للعراق هي بقاء أو عدم بقاء القوات الأمريكية في العراق، ويبدو الآن طبعا الإدارة الأمريكية ترغب في إبقاء القوات الأمريكية في العراق، وأن كان هناك حديث وهناك تلميحات الآن وتسريبات بأنه في البيان المشترك بين الجانبين قد نسمع عن تخفيض لبعض القوات الأمريكية، وكذلك قد انسحبت القوات الأمريكية من 12 قاعدة وبقيت في 3 قواعد بالنهاية من هذه القواعد الموجودة. هناك بعض السياسيين وبعض القوى الصديقة لإيران أو الموالية لها التي تعتبر وجود القوات الأمريكية هي بمثابة قوات احتلال وهي قوات معادية، خاصة بعد ما قتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. بينما هناك قوى أخرى في العراق أيضا ترى بأن من مصلحة العراق الإبقاء على حد نوع من العلاقة الاستراتيجية والتعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون في مجال الطاقة، وأيضا هناك رغبة في الحصول على مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة. فالعراق يعاني كثيرا حيث أن بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب ارتفاع أيضا المسؤولية هناك عجز كبير في العراق، وبالتالي هناك 8 ملايين شخص تدفع لهم الحكومة، وبالتالي فأن هذه مشكلة كبيرة لأنه يجري تخفيض للرواتب يعني وللمساعدة الرعاية الاجتماعية وللرواتب التقاعدية. إذن هناك العديد من القضايا التي يجب بحثها بين جانبين. ولكن يعني كان هناك تصريحات لمسؤولين عسكريين أمريكيين تقول إنه العراق هي التي ستطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق. شهدنا على مدار الفترات الماضية شد وجذب كبير جدا في هذا الموضوع، والآن حكومة جديدة، حكومة الكاظمي، تسعى إلى تثبيت أقدامها في العراق. برأيك كيف سيكون هناك أو سيتم تناول هذا الموضوع؟ هل بالفعل سيطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء القوات التي قالت إنها لا تتعدى 10,000 في القواعد الموجودة؟ فعلا هذه هي النقطة الأساسية، ولكن أعتقد أن هناك تغيير في المواقف الآن. الموقف الأمريكي أصبح أقل حدة تجاه العراق والسياسات العراقية، وكان الرئيس ترامب قد هدد بحتى يعني فرض العقوبات على العراق، ولكن في نفس الوقت أيضا نرى بأن الحكومة العراقية الحالية هي أيضا ترغب في تحسين العلاقة. هناك شخصية تقود الحكومة هو يعرف الولايات المتحدة، عاش في الولايات المتحدة ويستطيع التفاهم معها، وبالتالي حتى بين بعض الأوساط التي تعتبر صديقة لإيران بدأنا نرى بعض التخفيف في اللهجة تجاه الولايات المتحدة، وحتى أن الرئيس ترامب نفسه أيضا فيما يتعلق بإيران رأينا بأنه تحدث في الآونة الأخيرة وجه رسالة للإيرانيين بعد أن شكرهم على إطلاق معتقل أمريكي هناك بأنه من الأفضل لهم أن يتوصلوا إلى تفاهم معه الآن، لأنه هو الذي سيفوز في الانتخابات بعد بدلا من التوصل الى التفاهمات. سيد إدموند، فقط لانه هذه ايضا نقطه مهمه، ولكن في دقيقه اذا سمحت، يعني يتوقع البعض ان يكون هناك مساومه من نوع ما من الامريكيين حول العلاقه العراقيه بايران لكي يتم تجنيب العراق توقيع ربما عقوبات اقتصاديه او ما شابه التي تطال ايران. برايك هل هذا سيكون مكتسب يمكن ان تحظى به الحكومه العراقيه ان حيدت نفسها عن ايران؟ فعلا
فعلا اعتقد اننا قد نرى نوع من تخفيف، هناك استثناء او اعفاء يسمح للحكومه العراقيه مثلا بشراء الغاز، هناك تطبيق التلميحات بان الولايات المتحده قد توافق على عدم تطبيق العقوبات على العراق، وبالتالي فان هذا قد يسمح بولاده او ببروز بيئه جديده مختلفه. ولذلك اعتقد ان ما نراه الان ونوعيه وطبيعه الاشخاص الذين سيقوموا بهذا الحوار الان هي مهمه، لانها تشرك نائب وزير الخارجيه لشؤون سياسيه بالاضافه وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد. طبعا لن يتم حل كل هذه المشاكل بين يوم وليلة، ولكن هناك بيئة مختلفة. نعم، شكرا جزيلا لك من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون دكتور إدموند غريب.